أهم حاجة في المكان السلامة والأمان، وإن روحك تبقى أغلى من أي شيء مهما كان، وإنك تحقق السعادة والإنتاج يكون زيادة. وفي كل حال لابد تعرف إن العمل أصلا عبادة. يهمنا إنك تكمل يومك بعافية وسليم، واوعى غلطك تحمل نفسك خطأ عظيم. يهمنا إنك تكمل يومك بعافية وسليم، واوعى غلطك تحمل نفسك خطأ عظيم. أهم حاجة في المكان إنه يكمل بس بيك، مش هيتحقق أمان لو حصلت إصابة فيك. خد كل خطوة بتعليمات، السيفتي يدي لك ثبات. لو حمل هيضايقك شوية لكن هيحفظك سعاد. يهمنا إنك تكمل يومك بعافية وسليم، واوعى غلطك تحمل نفسك خطأ عظيم. يهمنا إنك تكمل يومك بعافية وسليم، واوعى غلطك تحمل نفسك خطأ عظيم. يهمنا إنك تكمل يومك بعافية وسليم، واوعى غلطك تحمل نفسك خطأ عظيم. يهمنا إنك تكمل يومك بعافية وسليم، واوعى غلطك تحمل نفسك خطأ عظيم.